عشان كده عايزه يبعد عن البلد شوية لغاية ما يحصل اللي انا مرتب له واخلص الحكاية. هي دي حكاية بتخلص؟ الواحد زي ما يكون غايب عن البيت بقاله 10 سنين. نورت بيتك يا وسام. الله يخليك. انت بقى هديتك معايا. انا هديتي رجوعك بألف سلام. ايه رأيك في الغويشة دي؟ ايه دي؟ ما شاء الله دي تجيلة قوي. وايه رأيك في دي كمان؟ ايه دي يا وسام؟ غوشتين مرة واحدة؟ ما شاء الله ما شاء الله. مش اتنين وبس، ستة هم مرة واحدة. ستة؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، والزوم إيه ده كله؟ شبكتك يا أم سامي، بدل الشبكة اللي بعتيها عشان تفك زنقتنا. أنت لسه فاكر يا أبو سامي؟ عمري ما هنسى إنك طول عمرك واقفة جنبي. بس جيب لي ستة مرة واحدة. ولو جبت لك 1000 مش هيسدوا الدين اللي ليكي في رقبتي. ربنا يخليك لي يا أبو سامي، ولا يحرمش منك أبدا يا رب. بس وعي بقى تبيعيهم تاني. ان شاء الله مش هيتباعوا تاني ابدا. واحوال البلد ايه؟ ابويا واخواتي ومرات ابويا. ساكته ليه؟ ولا حاجه. قوم يا اخويا قوم ارتاح وغير هدومك. يلا. ابويا جراله حاجه؟ ما تتكلمي. ابوك بخير والحمد لله، بس ابراهيم اخوك ماله؟ ابراهيم البركه فيك يا ابو سامي، تعيش انت يا اخويا. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اتاير امي كان قلبها مقبوض. انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. الصبر الصبر يا اما. اجيبه منين؟ اجيبه منين؟ نار مش عليه في صدري. تقتلوا يا رضوان؟ ماله هو ومال الطار؟ ليه يابا ما قلتوليش؟ تستنوا عليا لحد ما ارجع واتفاجئ بحاجه زي دي. خفت عليك تاخدك الحميه تسيب السعوديه وتنزل تاخد بتار اخوك. استغفر الله العظيم. خد يا مواني، خدي كوبايه الليمون تروق دمك. يعني قلبك عليا قوي. عذرك يا اختي، كان الله في عونك. اشرب يا حبيبه، انت بقالك يومين الزاد ما دخلش حنكك. سيبوني على راحتي، محدش يقول لي كلي ولا اشربي. لازم تتغذي يما، انت ضعفانه وما تستحمليش كده. طب يا ريت يا ريت ما استحملش وربنا يريحني. اسمع يا امين، انت احسن حاجة تاخد امك وتقعدوا في طنطا مع الولاد. طول ما هي هنا ورايحة وجاية على المدافن مش هتهدى ابدا. خلاص ما بقيتش طايقني يا متولي، واني مش قاعدة في الدار. ابني راح وابوه راح من قبله، هقعد هنا لمين؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. خليك انت، أنا هتكلم معاها. طول بالك عليها يابا، دي كانت عيانة في السعودية وجات الحكاية دي كملت عليها. كفاية يا حبيبة كفاية. عايز مني إيه يا متولي؟ هسيب لك الدار واسيب لك البلد كله. ابراهيم حرمتني منه وهو عايش، عايز تحرمني منه وهو ميت.
حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. تدعى علي مؤمن، مش كفاية اللي أنا فيه. أنا بدعي لك بالصبر، ربنا هو المسامح. اسمعي يا مؤمن، أنا عايزك تاخدي أمين وتسافر طنطا علشان قلت لك حمشي يا متولي. هتقعدوا هناك 10 أيام بس، وبعدين ترجعوا مع الأولاد. أنا بحاول أتفق مع الخواجة حليم يدي شقة الأمين عنده عشان تبقوا مرتاحين. أنا مش هرجع البلد من أصله، هاجي المدافن أزور ابني وأروح من بره بره. فهميني بقى يا حبيبة، إبراهيم ضاع مننا، مش عايزين نضيع أمين كمان. بعد الشر أمين داني كان يبقى لي 100 سنة في التربة. أنت عارفة إن أمين بيعز أخوه قوي، خايف يشوف اللي قتل أخوه رايحين جاجين قدامه في البلد، تاخده الحمية ما يمسكش نفسه وياخد بتاره. يا لهوي، ابني عامل انه جديد متماسك لكن جواه بيغلي، عشان كده عايزه يبعد عن البلد شوية لغاية ما يحصل لنا مرتب له واخلص الحكاية. هي دي حكاية بتخلص؟ ازيك يا امو دلوقتي؟ ان شاء الله تسلم يا ضناي. انا عايز اتكلم معك شويه يا امين، هقول لك على اللي في دماغي عشان ترتاح. بقى ترى اخوك انا هاخده، انا بعت جاموستين واتفقت مع واد من المطاريد يطخ رضوان وياخد كمان جنبه واحد من عائلة مسعود. ايه اللي بتقوله ده يابا؟ بس الايام دي كمان راية، والواد اللي من المطاريد طلب مني انها تكون ليلة ضلمة عشان محدش يشوفه، يعني الحكاية هتاخد لها اسبوع كده ولا اكتر. عشان كده بقول تاخد امك وتسافر طنطا عشان لو حصل تحقيق رجلك ما تجيش في الموضوع. وانت متولي ما يحطولك. فيك الخير يا حبيبة، لسه خايف عليا؟ ما تخافيش، انا مفيش حد هيمسك علي حاجه. يابا الكلام كده ما ينفعش، احنا لازم نفكر بالهداوه، احنا مستعجلين على ايه؟ العمده عامل كل يوم والتاني جلسه عشان نجرى الفتحة على الصلح. انا باجي بتحجج بيك وبقول لما يجي ابني، عشان كده عايزك تسافر وما تحضرش الجلسه اللي هيعملوها دي. نسافر نسافر يا امين، بعد ما ناخد طرنا نحضر انا وانت جلسه الصلح ونوافقهم على اللي يطلبوه. يابا البلد كلها عرفت ان انا جيت، يقولوا ايه؟ بهرب منهم؟ انا لازم احضر الجلسه دي. هيحرجوك وهيخلوك تقرا الفاتحه على الصلح. اسمع كلامي، ما تخافش عليا، انت بس سيب لي الموضوع ده وانا اعرف ازاي اخلص نفسي. جه يا بتولي وما عادش لك عذر، والدية اللي هترضيكوا قد ايه؟ ورضوان مسعود ملزم بدفعها. ايوه يا عمدة، ما قلناش لا، بس يبقى بالمعقول برضه. احنا اللي هنحدد الدية علشان ما حدش يستكترها ولا حد يستقلها. استنى انت يا شيخ هودة، نسمع الاول رأي متولي. قلت ايه يا متولي؟ اخو القاتل قاعد اهو يتكلم. يعني الموضوع ده سبتهولي خلاص يابا؟ اخوك زي ما هو ابني. انت فاكر يا رضوان من كام سنه
لما قعدنا قعده زي دي عشان نصالحكم على عيله الشافعي فاكر؟ وانا هفتكر ايه ولا ايه؟ ما احنا قعدنا قبل كده 100 مره. انا هفكرك. يوميها قلت لك ان الطار مش شرع ربنا وجبت لك الدليل على كده. ايوه افتكرت. يوميها انت قلت لي لو كان القتيل ابوك ولا اخوك ما كنتش قلت الكلام ده وما كنتش سبت طاره. ايوه حاضر، انا كنت حاضر. والنهارده اللي اتقتل اخوي وخدتوه من غير سبب. احنا عشان باجين عليكم يا متولي هندفع دية ابراهيم وزي ما يحكموا بيه. واحنا مش عايزين دية لا كتير ولا قليل. امال عايزين ايه بس؟ انا بقول الصلح خير وان الطار ده مش شرع ربنا. عايز تقول ايه يا مين؟ انت يابا مش خلاص سبتني الموضوع ده؟ ايوه بس عايز تقول ايه؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون؟ صدق الله العظيم. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. واحنا اخترنا العفو يا رضوان وجابلين الصلح. ايدي في ايدك يا رضوان نقرا الفاتحه على كده. ما تقوم يا رضوان مستني ايه؟ استغفر الله العظيم. يا اخوانا الفتحة، نقرا الفتحة. عشان نخلص من حكاية الطار دي من جذورها لازم نصالح الأول ولاد مسعود على ولاد الشافع. وهو في كلام يتقال بعد كده؟ احنا غلطانين وان كان لينا حق فاحنا مسامحين فيه، واحنا كمان زيكم وقبلكم.